قتل 5 أشخاص بمواجهة اندلعت بين رجال قبائل وعناصر من اللجان الشعبية في محافظة أبين جنوب اليمن إثر خلافات حول السيطرة على أراض. وأوضحت مصادر محلية أن 3 من رجال القبائل و2 من عناصر اللجان الشعبية قتلوا، فضلا عن سقوط عدد من الجرحى، مشيرا إلى أن المتنازعين استخدموا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات. وبحسب هذه المصادر فإن المواجهات بمحافظة أبين سببها خلاف على أراض تريد عناصر اللجان التوسع فيها. يشار إلى أن اللجان الشعبية ساندت الجيش اليمني في طرد تنظيم القاعدة من محافظة أبين في يونيو العام الماضي عقب سيطرة التنظيم على محافظتي أبين وشبوه.